السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 18/10 في الفيديو رقم 12 في سلسلة فيديوهات الفراولة الشتوي او فراولة الانتاج. الفيديو بتاع النهاردة قد يزعل البعض مننا، قد يعني البعض يستحسنه، البعض يزعل منه. احنا بنقول السنة دي يا جماعة سنة فيها مشاكل معانا قابلتنا من اول الزرعة، ضربات الجو عملت لنا مشاكل، متوقع الشتاء السنه دي، متوقع زي ما الاصابع بتقول هيبقى فيه بروده شديده، هيبقى شتاء شديد، هنسمع فيه درجه الصفر ديت هنسمعها كتير في بعض الاماكن، هنلاقي فيه ثلج في بعض الاماكن، فكل ديت ضربات بينبهونا ليها وبيقولنا خلي بالكوا هتحصل السنه دي معانا. طب احنا رد فعلنا ايه؟ احنا بقى كمتخصصين فراوله كانت بتاعه فراوله، البعض مننا زرع بدري وعنده مشاكله، وبعض اللي عنده مشاكل كتيره ومشاكله قليله، وفي البعض زرع متاخر عايز يلحق اللي زرع بدري. فالجماعه اللي هم زرعوا متاخر، اللي هم زرعوا نقول مثلا 20/9 25/9 1/10 5/10، كل دوت عايز يجري ويحصل ويسابق اللي هو زرع بدري في اول 9 في اخر 8 25/8 1/9 5/9 10/9. فالناس المتاخره عايزه تجري وتحصل الناس اللي هي كان عندها مشاكل البدريه. طيب الناس اللي هي عايزه تجري دي بقى في فكرين فيهم، في فكر بيقول نشتغل بالهرمونات. لما ننزل ارض يا جماعه ونلاقي الارض ديت لسه عمر النهارده مثلا 15 يوم 17 يوم 16 يوم، وانزل والاقيه ساحب او بيسحب او معاه جرعه هرمونات تخرب البيت، يبقى انا النهارده انا عايز اسبق اللي هو زرع البدري، وعايز الحق اجري الزرع بتاعي، وعايز الحق صحيح املش، وعايز الحق الموسم بتاعي. قلناش لا، بس لازم بيكون بوسائل شرعيه، بوسائل مشروعه، بوسائل صح، عشان اتلافى اخطائها قدام. وانا النهارده الفكره ان انا اجري النبات وخلاص، اجري العرش وخلاص، اجري الزهر وخلاص، اجري الجدر وخلاص. ما انا لو استخدمت في تحت اندولو جبريلك في الجدر تحت، واستخدمت فوق سيتوكانين وجبريلك، واستخدمت الاندول تحت، واستخدمت في التزيين نفتالين اسيتيك اسيد وسيتوكانين، ما كل ديت من عائله الهرمونات، كل دي هرمونات منظمات نمو، كل ديت هيبقى لها اثر سلبي. النبات بتاعك مش هيبقى قوي، مش هيبقى عافي، مش هيستحمل الضربات اللي قلنا عليها، مش هيستحمل البروده اللي احنا قلنا عليها. يعني لما انزل النهارده في ارض النهارده زي اللي انا واقف فيها دي، والاقي خلي الكاميرا عيد، لو انا ايه انزل ارض زي دي والاقي النهارده الفلاح ساحب ماده زي دي، انا ما بتكلمش ان الماده شمال او الماده مجهوله المصدر او الماده وحشه، ديت شغل هرمونات شركات محترمه، احنا اللي بنوجهه زي ما احنا عايزين. طب انا النهارده في المجال بتاع الزراعه بتاعي، في مجال الفراوله بتاعي، ما يفضلش ان انا اشتغل بالفكر دوت بالسرعه ديت بالكميات ديت بالكثافه ديت، مش نبات انا عايز اقعد معاه شهر 6، فعايز يعدي معايا الفتره بتاعت الشتاء ديت وانا في الامان. فالشغل دوت ممكن يبقى مناسب لمحاصيل ثانيه زي العنب، لها مدارسها ولها شغلها المحترم، ممكن يبقى مناسب في محاصيل زي الفاكهه، ممكن يبقى مناسب في محاصيل ثانيه، انما بالتوجيه بتاعنا احنا بالكثافه ديت في الفراوله غلط. يبقى انا النهارده انا لما هعرض شويه منتجات، انا ما بقولش ان المنتجات شمال او الشركات بتاعتها تعبان، انا بقول تشخيص انا القائم على الامر، انا الاستشاري او انا المهندس او انا الفلاح او انا المزارع. تشخيصك انت لو حملت نفسك واشتغلت بالحاجات دي بالفكر ديت بالتركيزات ديت العنه ديت في الوقت القليل ديت بالسرعه ديت، هتوعي النبات بتاعك. ماذا النهارده ماده النهارده ديت ساحب لي منها كميه في الكميه، مش هقول كميه قد ايه. طيب بص لقيت جايب لي ماده ثانيه زي دي النهارده، اهي الماده ديت اهي النهارده درجه ثانيه من الهرمونات، برضه نفس الماده الاوليه، وجايبها وبكميه كبيره هيسحبها للفدان. طيب بص لقيت جايب لي ماده ثانيه زي دي اهي، انا قلت ما بهاجمش، انا عايز اقول فيها هو كلها اسماء، كلها هرمونات بس باسماء مختلفه بشركات مختلفه. انا بعيد تاني، انا ما بهاجمش الشركه اللي عملتها، انا بهاجم الفكر اللي هو كثف استخدامها او المقتنع باستخدامها وعايز يهر ويكري منها كتير عشان ياخد نتيجه بسرعه، مش هتستمر معاه. يبقى انا تالت نوع اهو واخده بكميات شغال بيه. طيب وبص الاقيه جايب لي ده نوع رابع اهو تاني هيشتغل بيه. طب وبص الاقيه جايب لي ده نوع رابع خامس تاني، في مثلا سيتوكانين وفي اندول اي كان نسب، انا بعيد الكلام تاني، فكر يحترم، مدارس تحترم، بس بالكثافه دي بالجرعات دي وجرعات كبيره، انا لو قلت الجرعات جرعات كبيره هيديك جذور بسرعه. هل هتستمر معايا؟ هل هتتحمل الملوحه لو في تربه فيها ملوحه او ما فيها ملوحه؟ هل هيتحمل النيماتوده؟ هل هيتحمل الاعفان الجذور؟ طيب هاخد مجموع خضر؟ هاخد مجموع خضر وسريع. هل المجموع الخضر دوت هيقدر يتعامل مع الرطوبه او هيقدر يتعامل مع البروده بتاعه الجو ده؟ هل هيقدر يتعامل مع مشاكل الحشري؟ هل هيقدر يتعامل مع العنكبوت؟ هل هيقدر يتعامل مع التريبس؟ هل هيقدر يتحمل راس المسمار او الفطري؟ هل هيقدر يتحمل عفن الثمار؟
ما احنا ما عنديش ممانع. طب الزهر اللي هيجي لي هيجي لك زهر بسرعه، هل الزهر ده هيبقى طبيعي؟ هل هياخد المواصفات السميره بتاعه الصنف؟ هل هيبقى التزهير بتاعه طبيعي؟ هل هيبقى شكل الثمر بتاعه طبيعي؟ هل مش هتفصل معاه وتحضر معاه بسرعه تاني؟ هل هيتحمل الجو بتاع البروده؟ ما احنا قلنا التوجيه ده هيديك نتائج بسرعه بس غير مستمره، فيها مشاكلها، فيها سلبياتها، ليها عواقبها. طب انا فيها من دلوقتي اكثف ليه؟ ده احنا هنقول يعني اخف الضررين حتى استخدم جرعه نوع واحد، حتى ولو جرعه واحده ماشي، بعمل بيه تكه، بعمل بيه نقله، بحل بيه مشكله. انما على الفاضي وعلى المليان هو فكر شغال طق 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 طرقع 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 طول، اديله اديله اديله، مش هيستحمل معايا النبات، مش هيستمر معايا، مش هقعد لشهر 6. واحنا في الظروف اللي احنا فيه بالتكلفه العاليه دي، انا مطلوب مني وانا في نفس الفكر بتاعي وانا بزرع النهارده وشغال، حلمي اني اقعد لشهر 6 عشان اقدر اقعد فتره طويله معايا موسم اخد فيها جمع كتير، اخد فيها اسعار مختلفه، ليا في النهايه انتاجيه فدان، ليا فيها اسعار ابص الاقي وفرت معايا وجابت موسم. عارفين ان الفيديو ده ممكن يزعل من الناس، مش مقصود بيه ان احنا نشهر بحد، مش مقصود بيه نهاجم بحد، احنا بنهاجم الفكر، ما بهاجمش اشخاص، انا ما بهاجمش اشخاص تاني، انا بهاجم الفكر. يبقى احنا الحاجات دي بتحل مشكله لو مره، لو عندي مشكله جامده وجدر وقع مني وعايز اعمل فيه نقله بسرعه انقاذ ما يمكن انقاذه، وبعدين احافظ عليها بقى وارفع بكفاءته واشتغل عليه واحده واحده. لا مانع ان انا استخدمه مره وبتركيز محترم ويكون شركه محترمه، انما على الفاضي وعلى المليان خمس ست جرعات منظمات نمو هرمونات فيهم اربع نفس الماده في اربع معاملات مره واحده فتره ضيقه، لا شكرا. يا رب يكون في الفيديو بتاعنا ايجابي، قلنا ما نقصدش نشهر بحد او نهاجم حد، احنا بنهاجم الفكر نفسه، وما هي شرف او فخ مدارس اللي يقتنع بكلامنا اهلا وسهلا، ده رايي الشخصي على قناتي الشخصيه، اللي مقتنع اهلا وسهلا، واللي عاجبه الفكر ده واشتغل بيه يعني هو يتحمل وزر نفسه ويتحمل نتيجه عمله وربنا يسد عنا وعنا. بنقول لو بتتابعنا مع الفيس من فضلك اعمل لايك، ولو بتتابعنا مع اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه، كان معكم اشرف من دوله التواصل، متابعه 0147 8916. شكرا.